بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر رفض النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قرن اليهود وناقوس النصارى لجمع الناس للصلاة، قال: وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقة في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشار الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى أن منع النواقيس والأبواق ليس مقتصرا على النداء للصلاة، وإنما هو ممنوع مطلقا، لأنه من اللهو، من اللهو واللعب. وفي هذا رد على الصوفية الذين يتخذون آلات اللهو والطبول عبادة، فيضربون الطبول في حلقهم وتجمعاتهم ويعتبرون هذا ذكر لله عز وجل، وهو من دين الشيطان، لأنه من اللهو واللعب، فيكونون من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فهذا تنبيه عظيم ولفتة عظيمة من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، لأن المسلمين يتركون آلات اللهو حتى في غير العبادات، فكيف إذا كانت في العبادات ويتقرب بها إلى الله؟ فهذا من دين الشيطان الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. وهناك فرق بين هذا وبين العبادات التي شرعها الله، لأن العبادات التي شرعها الله تحيي القلوب وتنور البصائر وفيها أجر عظيم ومضاعفات كثيرة، أما آلات اللهو واللعب فإنها تقسي القلوب وتصد عن ذكر الله وتنبت النفاق في القلب، ولها مفاسد كثيرة. وإن كان المسلمون أو كثير من المسلمين اليوم استولت عليهم هذه الأمور وغلبت آلات اللهو والموسيقى واعتبروها من الفنون التي يتسابقون فيها وبثوها في إذاعاتهم وفي تلفزتهم وفي، فهذا في الحقيقة أنه جر على المسلمين شرورا عظيمة وشغلهم عن دينهم وفتن قلوبهم وصدهم عن ذكر الله عز وجل وعلق قلوبهم باللهو واللعب والطرب، خصوصا إذا كان هذا مصحوبا بأصوات المطربين
والمطربات مما شغل الناس وأخذ أوقاتهم، فصاروا يتابعون هذه الحلقات اللهوية وهذه الأغاني الماجنة بأصوات نساء أو مغنين مطربين، وكانوا ينتظرون مواعيدها، حتى ربما تأخروا عن الصلاة في الجماعة إذا صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء، وهذا مما يصدهم عن ذكر الله عز وجل، حتى إن سفهاءهم يتهادون هذه الأغاني وهذه الموسيقى فيهديها حتى ربما إلى أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه، يهدي إليهم هذه الأغاني وهذه الموسيقى وهذه الألاعيب المفسدة للقلوب. قال رحمه الله: وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، كما تقدم. نعم. وأما نسبة هذا إلى ذي القرنين كما ذكر الشيخ، فإن بعضهم زعم أن هذا من فعل ذي القرنين، وذو القرنين هذا لقب لملك من الملوك السابقين، وهم ذو القرنين اشتهر بهذا شخصا، أحدهما مسلم وهو ذو القرنين الذي ذهب في المشارق والمغارب وفتح الفتوح وبنى سد يأجوج ومأجوج، هذا ملك مسلم ويقال له الإسكندر المقدوني. أما الشخص الآخر فهو كافر، ذو القرنين رجل كافر وسلطان كافر، فهذا ينبغي الانتباه له. أما ننسب هذا إلى ذي القرنين المسلم فهذا فيه بعد عظيم. وأما إنه وحتى لو ثبت عن ذي القرنين فإنه سبق أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الله أغنانا بشرعنا. وأما إذا كان إنه لذي القرنين الكافر فهذا أمر مفروغ منه واجتنابه واجب. نعم. قال: هذه المشابهة لما غلبت على المشرق سلط عليهم الترك الكافرون. الشيخ رحمه الله ختم هذا المقطع بأن هذا يجري على سنن قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا من أبلغ النهي عن التشبه بالكفار، ودل على أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه بالكفار حتى في أتفه الأمور، وهو واقع الآن في أتفه الأمور، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أن جحر الضب معروف صعوبته وأنه لا فائدة من دخوله، لكن لو كان في من كان قبلنا من يعمل هذا العمل لوجد في هذه الأمة من يعمل هذا العمل. وهذا من باب التحذير لا من باب التقرير، وإنما هو من باب التحذير عن هذا العمل، وأن لا ننخدع بما يستحسنه بعض الناس أو بعض الملوك، ولأنهم يعتبرون الأمم الكفرية أمم راقية وحضارية، فهم يظنون أنهم حصلوا هذه الحضارة وهذه المخترعات بسبب هذه التوافه، ولم يعلموا أنهم حصلوا هذا بالجد والاجتهاد والطلب والاستمرار في البحث، لم يحصلوه في هذه التوافه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار. نعم. الصحابة كان يغلب عليهم السكينة، لا سيما
في أوقات العبادات، فكانوا يستعملون السكينة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذي يستعمل عند لقاء العدو هو السكينة، هو السكينة، لأن هذا يدل على الشجاعة. يدل على الشجاعة ورباطة الجأش. أما الذي يستعمل الضجيج والأصوات هذا يدل على الجبن، وإن كان يزعم أنه يرهب العدو بذلك فهذا فيه استخفاف وفيه جبن. أما الذي يستعمل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل الله سكينته. هذا في أي موقف؟ هذا في موقف الخوف. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. وفي غار ثور فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فعند المواقف الخوف يكون على المسلم الطمأنينة والسكينة، لأن هذا يدل على أمرين: أولا عدم الجبن وعدم الضعف، ثانيا هذا يدل على الشجاعة، على شجاعة الإنسان، وأنه لم يكترث بهذا الموقف وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية يوم خيبر علي بن أبي طالب قال: انفذ على رسلك، على رسلك. فهذا دليل على أنه يطلب أن الإنسان يستعمل الرفق في سيره إلى العدو، ولا يستعمل الهيجان والأصوات. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فهذا يدل على أن المطلوب من المسلمين عند المواقف الصعبة وملاقاة العدو هو السكينة والطمأنينة وعدم الخوف والقلق. نعم. قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال. عند الذكر، عند ذكر الله عز وجل، عندما يذكر الإنسان ربه فإنه يخفض صوته، لأن هذا يدل على الإخلاص من ناحية، وأيضا يمنع التشويش. نعم. إذا كان بجانبه من يذكر الله، خصوصا إذا اجتمع المسلمون في المسجد بانتظار الصلاة، فإن الذي يذكر الله يخفض صوته، أو يقرأ القرآن يخفض صوته لئلا يشوش على المصلين والتالين من أمثاله. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون صلاة الليل ويتهجدون متوزعين أوزاعا متفرقين، كان بعضهم يجهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. ومن هنا نأخذ أن رفع أصوات مكبرات الصوت في المساجد بتلاوة القرآن أو بالصلاة أن هذا ممنوع، لأنه يشوش على المصلين في داخل المسجد، ويشوش على الناس وعلى المساجد الأخرى، فهذا فيه أذى وليس فيه مصلحة. نعم. عند ذكر الله. قال: عند الذكر وعند القتال وعند القتال، كما سبق أن الصحابة كان يظهر عليهم السكينة والطمأنينة وعدم الفزع. نعم. وعند الجنائز، وعند الجنائز إذا حملوا الجنازة يكون عندهم سكينة، ولا يكون عندهم أصوات، أو يقال وحدوه، ادعوا له، استغفروا له، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من البدع المحدثة. نعم. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. نعم. الخشوع لا يكون برفع الصوت، وإنما يكون الخشوع والطمأنينة بخفض الصوت،
وفي هذا بعد أيضا عن الرياء والسمعة. نعم. قال: وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم. ثم قد هذه زيادة محذور على ما سبق، كما أن هذا يشوش على الناس. نعم. وكما أنه يخشى منه الرياء والسمعة، فإن فيه أيضا زيادة على ذلك تشبها بأهل الكتاب وبالأعاجم، ونحن منهيون عن ذلك. نعم. قال: ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضع استقصاء ذلك. ابتلي بهذه المظاهر، ابتلي بها كثير من هذه الأمة تقليدا لغيرهم، والتقليد يسري في الناس خصوصا عند ضعف العلم، عند قلة العلم وعند ضعف الوازع الديني، فإنه تسري، لأن الضعيف يقتدي بمن يراه أقوى منه، ويظن أن هذه القوة إنما حصل عليها بهذه المظاهر فيقلده في ذلك. وهذا لا يدل أنهم حصلوا هذه الأشياء بهذه المظاهر، وإنما حصلوها بطلبها والجد في طلبها وعمل الوسائل المحصلة لها، ولم يحصلوا عليها بهذه المظاهر التافهة التي يقلدهم فيها بعض المسلمين. نعم. قال: وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق فبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين. نعم. قال: وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. نعم. كان المشركون يحجون البيت. نعم. وهو من بقايا دين إبراهيم عندهم، إلا أنهم أحدثوا فيه أشياء مبتدعة ليست من دين إبراهيم عليه السلام. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أعاد الحج على ملة إبراهيم. من ذلك أنهم كانوا يلبون، والتلبية أصلها مشروع، لكن كانوا يزيدون فيها، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم زادوا: إلا شريكا هو لك، يشيرون إلى أصنامهم، لأنهم اتخذوها بزعمهم وسائط فيما بينهم وبين الله، وشفعاء لهم عند الله عز وجل. ثانيا، في مسألة الوقوف بعرفة، كان الحمص من قريش لا يذهبون إلى عرفة، وإنما يقفون في المزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة ووقف فيها، وكانوا يظنون أنه سيقف معهم في المزدلفة، فخالفهم وأجاز إلى عرفة إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكانوا في ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، لأن المبيت بالمزدلفة من شعائر الحج: اذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني المزدلفة. فكانوا إذا أفاضوا منها إلى منى في الصباح كانوا يتأخرون حتى تطلع الشمس وهم في مزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة من ناحية اليمين، من ناحية اليمين هو الجبل المطل على مزدلفة. وكانت الشمس إذا أول ما تظهر يشرق نورها على ظهر الجبل المرتفع، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، كيما ننفر.
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، وقال خالف هدينا هدي المشركين. الناحية الثالثة الإفاضة من عرفة، الوقوف بعرفة في اليوم التاسع للحجاج ركن، وهو الركن الأعظم من أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من وقف في النهار فإنه يجب أن يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب، ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب. كان المشركون ينصرفون منها، كان المشركون الذين يقفون في عرفة ينصرفون منها قبل الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ملة إبراهيم فأقام فيها إلى أن غربت الشمس ثم انصرف منها، وهذا الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا قيل إنه ركن من أركان الحج، لأنه من الوقوف، والوقوف ركن، هو الركن الأعظم كما سبق. وقيل إنه واجب وليس بركن، فالركن هو الوقوف ولو قليلا في عرفة، وأما الانصراف قبل الغروب فهو واجب، فأما الاستمرار في الوقوف إلى الغروب فهو واجب من واجبات الحج وليس ركنا، يعني يجبره الدم. أما لو كان ركنا فإنه لا يجبره الدم. هذا يعني ثمرة الخلاف، هل هو ركن فلا يجبره الدم أو واجب فيجبره الدم. وعلى كل حال فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البقاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. فهذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم أحيا بها ملة إبراهيم في الحج، ونفى ما أدخله المشركون في هذه الشعيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله، والحاصل من هذا أننا لا نتشبه بالمشركين في هذه الأمور، فلا نبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس، بل ننفر منها قبل طلوع الشمس، ولا ننصرف من عرفة قبل غروب الشمس، بل نستمر فيها إلى غروب الشمس، وأن نقف في عرفة ولا نقف بالمزدلفة كما فعل أهل مكة. نعم. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. نعم، وهذا الحديث يدل على تحريم التشبه بالكفار في آنية الشرب وآنية الأكل، فإذا كان الكفار يأكلون في إناء خاص أو يشربون في إناء خاص فإننا نتجنبهم في ذلك قطعا للتشبه. كانوا يأكلون في آنية الذهب والفضة ويشربون، كانوا يأكلون في صحاف الذهب والفضة ويشربون في أواني الذهب والفضة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعدة علل. العلة الأولى منع التشبه بالكفار، وهي المقصودة هنا، فإننا لا نشرب في آنية الذهب والفضة ولا نأكل في صحافها، وعلل ذلك بأنها لهم يعني للكفار في الدنيا، فنحن لا نتشبه بهم، ولنا في الآخرة لأن صحائف أهل الجنة وآنيتهم من الذهب والفضة إكراما لأهل الجنة. فإذا ترك هذه المسلم هذه الأشياء في الدنيا تقربا إلى الله عز وجل ومخالفة لليهود والنصارى، فإن الله يعوضه يوم القيامة بما هو خير منه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.